عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير الحمد لله. توحشتكم بزاف، صافي لونطون هكا ما درنا دي لايف، يعني من الايام اللي كنا تنبغيو نجمعوا هكا لي زابوني ولا لي فيو. فريمون هاد الايام كنت نفكر بزاف المرات انني ندير لكم دي لايف هكا نتعرفوا على بعضياتنا اكثر، سورتو الناس اللي يلاه تابوناو عندي فلاشين ديالي. ولكن هيا جابت هذا بالظروف انني ندير لكم هاد لا فيديو، ومره اخرى ان شاء الله نديرو ان لايف. انا اليوم فرحانه بزاف بزاف بزاف، وبغيت نفرحكم معايا حيت وصلتني واحد الحاجه اللي تقريبا عام وانا تنخدم عليها، عام وشهرين وانا تنخدم عليها باش نشدها في يديا، واخيرا والحمد لله الحمد لله وصلتني وشديتها في يديا. ترررن لو كود ادسنس، فرحانه بزاف بزاف. هاد الكود هذا ولا هاد البرا هادي اللي حنا مضاربين عليها في هاد اليوتيوب وخدمنا ليل ونهار باش نوصلوا ليها واخيرا بين يديا، كما قلت لكم من بعد عام وشهرين تقريبا. اول واحد تنبغي نشكر انه وصلني هاد الكود هو الله سبحانه وتعالى اللي وفقني انني نقدر نشدو ما بين يديا. ثاني واحد تنبغي نشكر راسي، فريمون تنشكر راسي لانني تعبت بزاف هاد لاشين، فريمون خسرت مصاريف كثيره لا بالنسبه للوصفات اللي تندير، صحتي كاين هناك تعب سورتو افيك لا فامي لي بيتي زونفون، يعني كان عندي بزاف ديال التعب، وباش تقدر توازن ما بين العائله ديالك الاسره والاطفال والقرايه ديالهم وما بين لاشين والخدمه ديالها، سا دوموند بوكو ديفور، يعني راه سي با فاسيل. انا العاد وليت نعرف بقيمه الناس اللي تيخدموا هكا في لاشين وعندهم اون فامي، سي با فاسيل دو تو. وثالث واحد تنبغي نشكر هو نتوما، حيت بلا بكم نتوما ما كنتش انا غادي نوصل لهاد البرا هادي ولا هاد لا ليتر اللي جات. بفضلكم نتوما، بفضل المشاهدات ديالكم، بفضل تشجيعاتكم، بفضل لي كومونتير اللي تتخليو ليا، بفضل شي ناس اللي كانوا تدعوا معايا هكا في لي كومونتير، الله يعطيك الصحه، الله زعما الله يخلي لك وليداتك، الله يهدي زعما تنتوما خيركم، راني ما عمري ما ننساه، حيت بيان سور بالفضل ديالكم باش لاشين تتكبر، وبفضل المشاهدات ديالكم باش انا قدرت نوصل لهاد لا ليتر هادي اللي بزاف الناس كانوا معايا في المشوار ديالي من الاول، واللي كاين اللي وصل ليها وكاين اللي لحد الان مازال مضارب مسكين باش يوصل ليها. تنقول ليه خاصك تزيد مازال تصبر، صبر 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 وبزاف، حيت راه ماشي ساهل، خدمه ديال عام ولا عامين باش توصل لهاد لا ليتر ماشي سهله. وبالنسبه لهاد لا ليتر هادي هي مادام وصلت يعني دابا انا مسميه يوتيوبرز، ولكن بالنسبه للفلوس راني لحد الان مازال ما تنشد والو، مازال ما شديت حتى شي حاجه، يعني مازال خاصك حتى تكمل 800 درهم مغربيه ديالنا عاد تقدر تبدا تخلص. انا لحد الان مازال ما وصلاش حتى نقولوا حتى للربع ديالها، مازال ما وصلاش، يعني يلا في لو ديبي يلا كمل داك 10 دولار، والحمد لله جوجل ادسنس صيفط لي لا ليتر ديالي، يعني مازال عندي المشوار طويل، ومازال تنتمنى منكم انكم تساعدوني وتزيدوا تتفرجوا فيا وان القناه ديالي تزيد تكبر، حيت فريمون هاد القناه هادي طلعتها بدراعي، يعني حتى حد ما ساعدني فيها فريمون بدراعي وبخدمتي، مع عمري ما طلبت شي واحد انه يدعمني ولا يوصلني، ولا كل شيء درته بدراعي، خدمت على راسي بوحدي، يعني حتى دوك لي غروب واتساب اللي كانوا الناس تيديروا افون باش هكا يطلعوا المشاهدات ديالهم، نقدر نقول لكم انا ما درتهمش نهائيا، ولا درتهم مع شخص واحد وواحد المده قليله ديال فتره ديال شهر ولا شهرين وصافي حبست، ومع شخص واحد ولا شخصين ما فتهمش، يعني ما كانوش عندي داك العلاقات بزاف مع الناس. حدو فاش سالينا دوك لي لايف اللي كنا فيهم تنتعاونوا وحبسوهم علينا اليوتيوب، صافي من تما ما بقيناش نديروا لا تبادلات لا والو، يعني كل شيء الحمد لله وبفضل الله جبتو على دراعي، ومشاهداتكم فقط نتوما، يعني ما كنتش ندير مشاهدات اخرى، مشاهدات المشاهدين ديالي المتتبعين ديال قناتي بوحدهم، وبفضل الله وقف معايا وعاونني حتى وصلت انني نقبض في يديا هاد لا ليتر هادي. تنتمنى لكاع الناس اللي بداو معايا المشوار انهم تهما يوصلوا ويوفقهم الله ويقبطوا هاد لا ليتر تهما في يديهم.
دونك بالنسبه للناس اللي مازال ما فاهمينش كومون سا سباس، ان اليوتيوب راه فيه شروط. الشرط الاول انك تحقق 1000 ابوني، يعني 1000 مشترك. الشرط الثاني هو توصل ل 4000 ساعه، ومن بعد ما توصل ل 4000 ساعه غادي يبداو الادسنس، يعني غادي يبدا يعطيك الاشهارات في القناه ديالك. وبفضل هذوك الاشهارات اللي غادي يطلعوا لك في لي فيديو ديالك، خاصك توصل لواحد لا سوم ديال 100 درهم ديال الناس، تقريبا 100 درهم تقريبا، هكا باش تسمى انك وليتي مع لادسنس، وانك يقدر يصيفط لك هاد لا ليتر هادي اللي فيها ان كود اللي خاصك تدخلو في لاباج ديالك اللي فيها لادسنس المتعلق بك، وعاد ابخي تكمل لي 800 درهم ديال كامله مغربيه، وعاد تقدر تبدا تخلص. راه مشوار طويل، يعني راه ماشي سهل. بحال دابا انا نقدر نقول لكم مازال ليا واحد العام اخر عاد نقدر نبدا نتخلص، لان واخا هكاك المشاهدات مازال عندي شويه ضعيفه، يعني مازال الناس بزاف ما تيتفرجوش فيا، واخا انا تنعيا ما ندير مجهود بزاف في هذه القناه. وراكم عارفين ان قنوات الطبخ يعني فيهم مجهود كبير وفيهم ايضا مصاريف، سورتو انا ما تنديرش غير شهيوات اللي على قد الحال ولا اقتصاديين، بارفو تندير شهيوات اللي نيت فيهم مقادير بفلوس صحيحه، يعني ماشي غير تنجي كوم سا وتندير شهيوه تنقول راها اقتصاديه. نو او كونترير، انا بعض المرات تندير شهيوات اللي نيت واكله فيهم الدق نيت وفيهم مصاريف يعني ومقادير غاليين، من دي كريم فريش، من يعني لا كاليتي سوبيريور. ولكن الحمد لله تنقول لا بغيت نوصل ضروري انك تدفع الثمن، ما كاينش شي حاجه بدون مقابل، سواء من صحتي سواء من الفلوس. وتنتمنى ان شاء الله ان النتيجه تكون زوينه، يعني داكشي اللي كنت نحلم به انني نوصل ليه وقناتي تكبر. وبفضلك ما نقدرش نقول لكم انني ما وصلتش لفترات انه جاني فيها الياس وكنت غادي نحبس. بزاف ديال المرات كنت غادي نحبس فريمون، وامتى جاتني الفكره نيت اللي سيطرات لي على راسي انني نحبس؟ غير مؤخرا، نقول لك ميم با واحد كان جوغ قبل ما تجيني هاد لا ليتر، فاش شفتها يعني تعطلات عليا، لان ما جاتني ابخي دو موا وشي شهرين وعشر ايام وانا تنتسنى في هاد لو كود. فاش شفته هكا تعطل بزاف يأست، وقلت لراجلي ولا فامي ديالي، قلت لهم صافي جو في تو اريتي، يعني غادي نحبس كلشي، ما بقيتش قادره نصبر اكثر من هكايا. فحال اللي خدمت بزاف ودمرت بزاف وما لقيتش واحد النتيجه، ونيت فاش نشوف حتى المشاهدات طايحين عندي مازال، تنقول راه شي نهار غادي غنتقلق ولا غنيأس وغنحبس كلشي. ولهذا تنبغي نشجع الناس، سورتو البنات والدراري اللي طلعوا معايا في المرحله وحده انا وياهم، وكنا تنقلبوا على لي زابوني بالريق الناشف، انهم ما يأسوش. بالعكس تنقول لهم صبروا صبروا صبروا، وان شاء الله النتيجه غادي تكون مزيانه. واخا راه دائما تنقول لكم راه سي با فاسيل، راه سي دو ترافاي. انا فرحت بزاف حيت وصلتني هاد لا ليتر، او موا دابا راني وليت محسوبه على لادسنس، وليت نقدر انني نتخلص، واخا داكشي مازال تيبان ليا بعيد، حيت قد ما كانوا المشاهدات عاليين عاد تقدر تجيك اون بون سوم. ما حد المشاهدات عندي طايحين ومازال الناس ما تيتفرجوش بيا فيا زعما بزاف، وهادي مازال ما غنقدر نقبط والو كاع، يعني هاد الشهور كاع اللي جايين راه ما كاين فيهم والو، مازال والو الفلوس نهائيا. وغير تنحاول انني نشجع الناس اللي طلعوا معايا في لا ميم بيريود ومازال حتى الان ما وصلهمش هاد لو كود، صبروا صبروا، فوزالي ياريفي ان شاء الله، كلشي باذن الله. كونوا على يقين، حتى حاجه ما تجي سهله، واللي صبر راه تينول. ديروها حطوها في يد الله وخدموا خدمتكم، ما تيأسوش، وكلشي غادي يجي وغادي تفرحوا. في حالي تصوروا ان الناس هكا من لا فامي ديالي كانوا تيقولوا لي بازليك بازليك انك tu as pu patienter هاد المده كامله، زعما تصبري على هاد الشيء انك تتخدمي وتتعبي وبلا مقابل بلا والو، وتتقولي راه مازال واحد الحاجه جايني في الطريق. زعما باغ كونطخ شي ناس من لا فامي ديالي هكا ما يقدروش يديروها، قالوا لي امبوسيبل نبقاو هكا ندمروا ونخدموا هاد الخدمه، وسورتو في الايام الاولى اللي مجربين معايا، يعني لي زامي اللي طلعوا معايا كاملين في الاول كانوا تيشوفوا لي لايف اللي تنوضوا مع 7 الصباح 6 الصباح، نبقاو نديروا لايف في 2 اور 3 اور باش هكا نجمعوا لي زور، الخدمات الدمير جوج فيديوهات في النهار ثلاثه، يعني في لو ديبي كان ترو شارجي، كنا تنخدموا الليل ونهار، وداك السوايع اللي كانوا صعاب بزاف، يعني لي لايف كانوا صعب بزاف باش تبقى هكا قابط اللايف تتهضر مع الناس باش يطلعوا لك لي زور، سي با فاسيل دي تو، هما غادي يفهموني. ولكن الحمد لله ربي قدرني وكملت الاخر المشوار.
واخا راه الناس اللي متبعيني شافوني دابا راني خفضت شويه من لاكادونس ديالي، لاكادونس ديالي نقصت شويه في لي فيديو، كنت تنحط تقريبا شاك جوغ فيديو او كونترير في لو ديبي راه كنت تنحط ميم 2 3 فيديو في لا جورني، من بعد وليت واحد المده طويله تقريبا ديال 8 شهور 9 شهور تنحط ضروري فيديو في النهار، ضروري عندي شاك جوغ عندي فيديو ابار لي ويكاند اللي ما تنكونش مساليه فيهم اللي ما تنحطش. مي ديغنييغمون لاحظوا الناس اللي متبعين نيت انني وليت تنخفض في لاكادونس، تنهبط شويه ما بقيتش نحط شاك جوغ حيت فريمون شويه عييت، تعبت بزاف عييت فريمون، هزيت الرايه البيضاء مع هاد الجوجل ادسنس مع هاد اليوتيوب، ولكن راني غنستمر ان شاء الله واخا ما تنحطش شاك جوغ. عارفين دابا سورتو مع لي زيتود ديال الاولاد والقرايه والامتحانات على الابواب وليت تنخفف شويه باش ما نتعبش راسي بزاف، ولكن مع ذلك ما غاديش نستسلم وان شاء الله ديما غنبقى خدامه وديما غنبقى نجيب لكم شي واد زوينين وفي المستوى اللي حمروا لكم. ويلا كنتو بغيتوني ندير لكم دي لايف ولا نبقاو ديما نديرو دي لايف بحال هكا نهضروا فيهم، مرحبا خليو ليا لي كومونتير قولوا ليا واش اه ولا لا، حيت فريمون حتى انا توحشت لي لايف وتوحشت الناس اللي كانوا معايا قدام وطلعوا معايا في لا ميم بيريود، اوسي توحشت انني نهضر مع الناس هادو جداد يلاه تابوناو عندي ويقدروا يكونوا ما تعرفونيش هكا زعما في وجهي وما تعرفونيش كيفاش زعما تنهضر كيفاش نتناقش، ما كرهتش انهم يزيدوا تعرفوا عليا اكثر. دونك سي فوزيت انتريسي انني ندير لكم دي لايف هكا ونتعرفوا على بعضياتنا نهضروا تسولوني على شي حوايج يعني اللي ما عارفينهمش عليا، مرحبا خليوهم ليا في لي كومونتير قولوا ليا واش اوكي ولا نو، وانا مستعده نبقى ندير لكم لي لايف مره وهكا نتعرفوا على بعضياتنا اكثر واكثر نتقربوا من بعضياتنا. دابا غادي نخليكم ونقول لكم باي باي وتنتمنى انكم تفرحوا ليا من قلبكم كما انا فرحت بهذا لو كود هذا. تشاو تشاو.